بوطن الأخبار، جولة إخبارية جديدة نبدأها وإياكم من سماء العراق، فأهلا بكم في عناوينها. بعد إنهائه زيارة رسمية إلى الإمارات، الكاظمي يهاتف الملك عبد الله ويعتبر أمن الأردن مكمل لأمن العراق واستقراره. العراق يتجنب مطالبة الولايات المتحدة بإخراج قواتها، ونواب يحملون الحكومة مسؤولية حسم هذا الملف. تجدد الاحتجاجات في عدة محافظات، وذي قار تفقد مخزونها من الوقود بسبب إغلاق مصفى النفط لأكثر من أسبوعين. ومخاوف في سنجار من اجتياح تركي، وتحذيرات من نشاط داعش في مخيم الهول السوري ومخاطره على العراق. مصطفى سعد يقرأ على مسامعكم التفاصيل، إذ أنهى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة رسمية إلى الإمارات، ناقش خلالها الوفد الحكومي العراقي ملف التعاون الاقتصادي والاستثماري فضلا عن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. جاء في بيان رسمي مشترك أن حكومة الإمارات تعلن استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ولخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، كما تم الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال العراقي الإماراتي المشترك والتعاون في مجال الطاقة. كما ثمن الجانب العراقي مبادرة الإمارات في إعادة بناء منارة الحدبة وجامع النوري وعدد من الكنائس في نينوى. كما وأضاف البيان أن البحث تناول التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب. قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن العراق بلد ليس كبقية البلدان، وإنه فجر الحضارة البشرية. جاء ذلك في تغريدة لآل مكتوم قال فيها إنه استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه بناء العلاقات بين البلدين، مضيفا أنه في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة، وأنه سيعود بإذن الله، لأنه عبر 7000 سنة لم يغب عن مشهد الحضارة. أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا بالملك الأردني عبد الله الثاني، مؤكدا موقف العراق الثابت تجاه أمن واستقرار المملكة. قال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إنه أكد خلال الاتصال موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملا متلازما لأمن العراق واستقراره. شدد الكاظمي على أن العراق حكومة وشعبا يساعد كل مأمن، ومن شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق مطلوب منه الآن أن يلعب دورا في لم شمل المنطقة، نافيا وجود اجتماع وطني بضرورة عدم وجود قواعد أو قوات قتالية أجنبية في العراق. وأضاف صالح في لقاء صحفي أن العراق لا يريد أن يكون جزءا من سياسة المحاور والصراعات العبثية في المنطقة، ويجب أن يكون خطاب العراقيين موحدا مع جميع الأطراف الدولية، معربا عن اعتقاده أن على العراق أن يكون ساحة توافق لشعوب المنطقة ومحورا لمنظومة إقليمية جديدة مبنية على الترابط الاقتصادي. وأشار صالح إلى أن وجود القوات الأجنبية جاء بطلب من الحكومة، وإن مهمتها هي دعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب. في
في الأثناء كدا رئيس وفد إقليم كردستان في الفريق العراقي المفاوض في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن فوزي حريري أن الوفد العراقي لم يطلب من الجولات السابقة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. قال حريري إنه من المقرر عقد جولة حوار جديدة الأربعاء، متوقعا أن يعود الحوار إلى نقطة الصفر، خاصة بعد تغيير الإدارة الأمريكية، حيث سيتم العمل على معرفة توجهات هذه الإدارة بخصوص العراق. وأضاف حريري أن مطالب سحب القوات الأمريكية تبنتها جهات سياسية مقابل أطراف سياسية أخرى تتبنى الإبقاء على هذه القوات، إلا أن الفريق العراقي المفاوض بجميع أعضائه لم يتبنى إخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا وكان النائب محمد الخالدي قد أكد أن الوجود الأمريكي في العراق يمكن حسمه من خلال تعديل الاتفاقية الاستراتيجية. قال الخالدي إن الوجود الأمريكي في العراق اعتمد في المضمون العام على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وإن الكرة في ملعب الحكومة، حيث بإمكانها أن تعدل أو تلغي الاتفاقية أو ترسلها إلى البرلمان للتصويت، وهذه هي الآلية الصحيحة لحسم الملف الأمريكي. في ملف الموازنة، أعلن مسؤولون في إقليم كردستان أن وفداً كردياً سيزور بغداد لإجراء مباحثات بشأن تطبيق قانون الموازنة بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية عليه. قال المتحدث باسم سلطة الإقليم سمير هورامي إن الإقليم يترقب كيفية إرسال الحكومة المركزية حصة الإقليم من الموازنة، معتبراً الشهر الجاري تجربة عامة، مشيراً إلى ديون المصرف العراقي للتجارة بذمة الإقليم وسيتم سدادها خلال 7 سنوات، مرجحا تطبيق قانون الموازنة خلال العام المقبل أيضا، لأن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الأول المقبل ولا يمكن إعداد الموازنة الجديدة. في ملف المحاضرين المجانيين، قال رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري إن حل هذا الموضوع بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء. وأضاف الجبوري أن الموازنة تعرضت للكثير من الضغوط لكونها قريبة من الانتخابات والأزمة المالية، وأن الاختلاف عليها أمر طبيعي، مشيرا إلى وضع 900 مليار دينار بالموازنة للمحاضرين والأجراء والأجراء والعقود. كما تم وضع نص يلزم وزارة التربية بإصدار أوامر مباشرة للمحاضرين، منوها إلى أن مجلس الوزراء بإمكانه إصدار قرار خاص بالمحاضرين. أكد مدير عام المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران أن عملية رفع سعر صرف الدولار شكلت حماية للحدود بدون حرس أو أسلحة، في إشارة إلى عمليات تهريب العملة الصعبة خارج البلاد التي كانت تحدث مسبقاً. قال شمران
إن الفترة المقبلة ستشهد تراجع السحب عن الدولار في العراق، خاصة بعد مؤشرات على توجه الاقتصاد العراقي للتعافي، نافيا وجود إمكانية الانهيار الاقتصادي في العراق، عازيا ذلك إلى امتلاك العراق موارد نفطية وزراعية. على خلفية ارتفاع الأسعار في الأسواق والاستياء الشعبي من سياسة الحكومة في رفع أسعار صرف الدولار، عادت الاحتجاجات في ساحة الحبوبي فيما يتوقع أو يتوقع مراقبون أن تستمر هذه المرة. التقرير التالي معه التفاصيل. لم تكن هموم المواطن العراقي كافية حتى أضيف له هم آخر، وهو ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في ظل أزمة اقتصادية خانقة جعلت من المواطن ذو الدخل المحدود في قمة الحرج والمشقة في تحصيل قوته اليومي. هاشي شيت المعجون كانت ب1000 ونص هسه ب2 ونص، بطل الزيت ب3000، الفقير ما منين؟ انا من الناس عندي 14 نفر 10000 يوميا حصل المنطيه، ناس احنا كسبه ما عندنا، يعني العده الحاطله كم دفتر 20 دفتر 30 دفتر، وين ما عنده 10000 حرام عليهم، اكبر حرام على الحكومه والكاظم وكل من صعد الدولار، الله ينتقم منه. متظاهرو الناصرية يخرجون اليوم بسبب عدم تحقيق المطالب بعد المهلة التي وضعوها لتسمية محافظ جديد مستقل وعدم خفض سعر الدولار وتخفيض الأسعار قبيل شهر رمضان والتعاقد مع المحاضرين وتثبيتهم على الملاك وغيرها من المطالب المشروعة. المحاضرين والخريجين على الموازنة على اساس ما يثبتون زين ولا وكل شيء ماكو، يعني هم هسه قرروا الميزانية وكل شيء ماكو، يعني كل شيء ما بدر من الحكومة، الحكومة الدولار باقي على حطته ماكو من حدا ما نزل، زين احنا هم مطالبنا زين ولا، والسوق تدري السوق غالي عمي زين، السوق يعني على حطته السوق لحد الآن، كل شيء ما شفناه من عندهم زين، كل شيء ما شفنا معتهم، احنا باقي نتظاهر لما منا لما تحقق مطالبنا عمي. الشعب يعني كل ما يطلع مثل مظاهرات ما حد يلبي مطالبه، يعني الشعب ما الشعب يتظاهر حكومه ما تلبي مطالب ماكو فايده. هو هذا بس الشعب يعطي شهداء يعطي شباب وماكو فايده. اقبح شيء جور الولاة، فاين يذهب المواطن البسيط من عواصف الغلاء والاقصاء والتهميش التي تعصف به من حكومته؟ فهل هناك من مخرج أم أن الحكومة طبقت قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون؟ من الناصرية جنان موسوي WTV وطن. شكرا جنان. ولشباب مكتب الناصرية، على خلفية ارتفاع الأسعار في الأسواق والاستياء الشعبي، نظم عشرات المهندسين وقفة احتجاجية بعدم شمولهم بالتعيينات الجديدة، مطالبين الحكومة إنصاف هذه الشريعة وشمولهم بالتعيين كباقي الاختصاصات. شيبان سامي معه التفاصيل. عشرات المهندسين من مختلف الاختصاصات يتظاهرون بساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعيينهم ما على الملاك. إهمال هذه الشريحة يسبب تداعيات سلبية على حياتهم الشخصية بعد إقرار الموازنة شمول من يمتلك خدمة 5 سنوات فما فوق، أما الباقي سبيله مجهول وخياره الوحيد هو التظاهر. أي تثبيت، أي تعيين، أي درجات وظيفية للمهندسين مدى تذكر من 2003 لحد هسه؟ المهندس العراقي مهمش، المهندس العراقي ينام بالشارع، ينام على الرصيف، يفوت المسؤول يدوسه ويفوت، ولكن إنه أكو طالب درس وتعب طول هاي السنين وطلع صار له 9 أشهر إحنا طالعين بالشارع بحرها وبردها وبكورونا وبكل الأوضاع إحنا طلعنا، ولا يوم من الأيام واحد من المسؤولين قال ذولي شنو او ذولي، وهم يعرفون احنا شنو، بس هذا اللي يسوي نفسه والله ما ادري ذولي شنو، بين قوسين انه هم متجاهلين ومهمشين بكافه الوسائل، زين الى متى وين يردون يوصلون بهذا تهميشهم النا؟ احنا ما نرجع الا نحصل على حقنا بالتعيين. والله بالنسبه لخروجنا احنا اذا نطالب يعني بابسط شيء هو حقنا بالتعيين، احنا شريحه المهندسين وشريحه يعني الخريجين بصوره عامه ما نشملوا يعني بهذه الموازنه اللي مع الاسف كل جهه اخذت يعني لجماعتها، وشيء صار واضح معروف يعني هاي فقره المغيبين اللي كلكم تعرفوها، المغيبين هم اغلبهم 99% منهم هم مو شهداء وما يستحقون اصلا، هم اكثرهم دواعش، فعلى اي اساس يعني تجي فقره
يعني جهة حزبية تدعي أنه هم شهداء، والخريجين والعاطلين قاعدين يعني ما يحصلون كل شيء. أغلب المتواجدين من المحافظات ينضم صوتهم مع زملائهم للحصول على التثبيت بعد أكثر من سنة بالمطالبة من أمام الوزارة، لكن لا عين ترى ولا أذن تسمع. فهذا منظر المهندسين في العراق يفترشون الأرض للحصول على التعيين. من جميع محافظات العراق، أكو قسم عندنا من الشمال وقسم من الجنوب من غربية من بغداد يتعنى خطية. هذا المسكين هذا أجور ما عندهم، كروما النقل ثقوا اعتقد كروما النقل اللي يجي بغداد بيها ما عنده، ومحمل متحمل كل المصاعب والطريق في سبيل بكت يحصل تعيين على الملاك حتى يعيش عيشة كريمة. فاضطرينا لأنه نرجع نطلع مظاهرات من رمضان اللي فات 17/5، وهسه راح نرجع رمضان، يعني راح يصير لنا سنة كاملة احنا جاي نطلع مظاهرات ومعتصمين امام بناية الوزارة. صار لنا 8 اشهر نايمين يعني على الرصيف اللي امام بناية الوزارة، صار لنا 8 اشهر. بصراحة احنا مطلبنا هو التثبيت على الملاك الدائم. تحت شعار انصفوا هذه الشريحة، 5000 مهندس بين اجر وعقد في عموم العراق، اغلبهم بلا تثبيت على الملاك. شيبان سامق، دبليو تي في وطن، بغداد. شكرا شيبان. في ملف الأحداث في ذي قارة، أفاد مصدر أمني بصدور مذكرة استقدام بحق المحافظ السابق ناظم الوالي. وقال المصدر إنه تم إصدار مذكرة استقدام بحق الوالي، وذلك على خلفية تهمة إدارة المال العام وقبول الرشوة. في ذي قار أيضا قال فرع الشركة العامة للمنتجات النفطية إنه سيستمر بتجهيز محطات تعبئة الوقود الحكومية بمادة البنزين والغاز اعتمادا على ما يريدها من إنتاج البصرة. وأوضح مدير فرع الشركة علي حسين علي في بيان أن المحطات الحكومية تشهد زحاما بسبب إيقاف عمل المحطات الأهلية الناتج عن إغلاق فرع الشركة العامة للمنتجات النفطية في ذي قار من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين. هذا وكان مصدر مسؤول في المحافظة قد أكد نفاذ تام لمخزون مادتي البنزين والغاز في مستودعات الناصرية بسبب غلق مصفى ذي قار النفطي وفرع الشركة العامة للمنتوجات النفطية في المحافظة من قبل المتظاهرين. يشار إلى أن المحتجين في ذي قار يواصلون إغلاق مصفى المحافظة وشركات نفطية احتجاجا على عدم توفير فرص العمل لهذه الشريحة. هذا وتجمع محتجو الناصرية وسط ساحة الحبوب مطالبين الحكومة المركزية بحسم ملف منصب محافظ ذي قار واختيار شخصية مستقلة لهذا المنصب. في الأثناء تجمع العشرات من المحاضرين المجانين وقاموا بقطع أحد مداخل ساحة الحبوب في الناصرية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، إضافة إلى إغلاق تقاطع بهو الناصرية بالإطارات المحترقة احتجاجا على عدم تلبية المطالب بشمولهم بمواد الموازنة. هذا وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية أمرا بالقبض على ضابط في الجيش العراقي وثلاثة جنود من حمايته الشخصية على خلفية مقتل عدد من المتظاهرين في الناصرية. قال المصدر إن محكمة التحقيق أصدرت أمرا بتوقيف ضابط في الجيش برتبة عقيد وثلاثة جنود بتهمة قتل عدد من المتظاهرين في الناصرية، مشيرا إلى أن الضابط تلقى جملة من الدعاوى القضائية الموجهة بحقه والمتهم بقتل ثلاثة متظاهرين في أحداث الناصرية. للحديث أكثر عن هذه التفصيلات، مجتبى صالح مراسل قناة دبليو تي في وطن من الناصرية عبر السكايب. مساء الخير مجتبى. زميلي مصطفى حياك الله، ومساء نور عليك وعلى كل كادر قناة دبليو تي في وطن الطائية. تسلم يا وردة. مجتبى، المعلومات المتوفرة عندك حول الموضوع أو الوضع الحالي في ذي قار على خلفية تجدد التظاهرات وتواصلها منذ أيام في المحافظة، تفضل الجو لك. الله يحفظك. طبعا زميلي مصطفى، هي بالامس واليوم شهدت محافظه ذي قار احتجاجات كبيره وواسعه
على خلفية المحاضرين المجانيين وكذلك مظاهراتهم واحتجاجهم على عدم شمولهم وإدراجهم ضمن الموازنة. هناك أكثر من 5 ملايين خريج عاطل عن العمل الحكومة في العراق، وآلاف مؤلفة عن طريق التخرج، هل يعقل توظيفهم في دوائر الدولة بظل دوائر حكومية متردية؟ إذن اليوم المحاضرين المجانيين من أمس وإلى اليوم تشهد محافظة ذقار هذه الاحتجاجات على خلفية إدراجهم ضمن الموازنة وكذلك انسيابيتهم ضمن هذه الموازنة في موازنة 2021. يعني حقيقة اليوم العاطلين عن العمل وكذلك المحاضرين المجانيين والخريجين، يعني ماذا لو خرج كل العاطلين عن العمل من أجل تفعيل القطاع الخاص، من أجل قانون الضمان الاجتماعي، من أجل قروض الأعمال الصغيرة، من أجل خلق بيئة مسالمة صديقة للاستثمار، من أجل النهوض بمصانع ومعامل عراقية قادرة على توظيف أغلب الشعب العراقي. اليوم محافظة ذيقار وكذلك أمس شهدت قطع للجسور وكذلك إغلاق الدوائر الخدمية مثل المديرية العامة لتربية ذيقار وكذلك قطع بهو بلدية الناصرية وكذلك إغلاق ديوان محافظة ذيقار احتجاجا على أوامر الحكومة المركزية والمحلية بعدم إدراج أسمائهم ضمن موازنة 2021. زين مجتبى، اكو مسؤول من الحكومه المحليه في ذيقار طلع هذول المتظاهرين، اخذ ورقه من عندهم مكتوبه بها المطالب؟ لو هي بس مجرد انا اقطع جسر واحرق تايرات وبالتالي ما حد ما يجيني وراح يبقى العمل معطل وكل شيء يبقى على حاله. حقيقه المظاهرات والاحتجاجات يعني شهدت تواجد النقابات الموجوده مثل نقابه المعلمين وكذلك نقابه تمام. المهندسين وكذلك بقيه النقابات العراقيه، لكن المسؤول الحقيقي يعني المديره العامه والتربيه النيابيه وقفت عن المتظاهرين، لكن كحضور تام، كحضور مسؤول مثلا والوقوف على مطالب المتظاهرين الى الان لا يوجد، حقيقه الى الان لا يوجد. عجيب. بقي المتظاهرين الى الان معتصمين امام دائره تربيه ذيقار مع نصب سرادق الاعتصام والخيام وكذلك قطع جسر النصر، الى الان لم يحدث اي تواصل مع المتظاهرين والمحاضرين المجاني. انا متواجد في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاحداث، ولو اتى مسؤول لرايته بعينه وكذلك لطلبنا معه لقاء، لكن الى الان لم يحضر اي مسؤول، لم يحضر اي عضو فعال او من اعضاء مجلس المحافظه او من اعضاء البرلمان الذين يمثلون ذيقار في الحكومه المركزيه. زين. الى الان لم تجري اي اتفاقات مع المحاضرين المجانيين لضمان شمولهم ضمن التثبيت والعقود او كعقود في او كعقود وزاريه في العراق. هسه هم يطالبون بالوقت الحاضر التعيين على الملاك الدائم، يعني خلينا ناخذ الموضوع يعني خطوه خطوه، بالبدايه عقود وبعدها ثم يمكن ملاك دائم، يمكن يكون الموضوع نوعا ما اسهل، ولا ربما ياخذوهم دايركت على الملاك الدائم يكون افضل. طبعا ذولا شبابنا كلهم خبرات والله. بس مجتبى هسه هذا الموضوع اول، موضوع ثاني المحافظ الجديد لو اكو تفصيلات، اكو متظاهرين يريدون يحسمون هذا الموضوع، يريدون محافظ جديد، اكو من سمع لهم تعين محافظ جديد؟ اكو ناس بحثت بلشت تبحث بهذا الموضوع لو بعد الموضوع كما هو؟ حقيقة زميلي مصطفى، طبعا هي منذ ايام عديدة او منذ اشهر منذ استلام الفريق المكلف عبد الغني الاسدي لمنصب محافظ ذيقار والمتظاهرين محتجين على هذا الاسم. هسه الله اعلم شنو سبب الاحتجاج، ربما يريدون اسم من الساحه، ربما يريدون اسم من ضمن الاسماء المطروحه التي طلبتها الساحه او حضرتها الساحه يعني بشمول وكذلك بموافقه وجهاء وشيوخ عشائر ذيقار وكذلك متظاهري ذيقار بشكل عام. زي ما حصلت موافقات على الاسماء اللي طرحت بالساحات؟ ما حصلت موافقات؟ الى الان لم تحصل موافقه، ولو حصلت موافقه لعلمنا بهذا الامر. طيب نعم زميلي مصطفى، احنا سمعنا اعطى المتظاهرين الحكومه المحليه مده 72 ساعه يعني لحسم منصب محافظ ذيقار، ولكن الى الان لم يحسم هذا الامر، الى الان لم يسمع راي لمتظاهري ذيقار، الى الان لم يسمع راي لساحات الاحتجاج في محافظه ذيقار. لا اعلم لماذا هذا السكوت من الحكومه المركزيه، لا اعلم لماذا السكوت من معالي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. حقيقه مصطفى الوضع شائك جدا، الوضع يحتاج الى عنايه جديه بهذا الامر، لان نتخوف هذه الايام، نتخوف بجديه تامه من حصول اشتباكات وكذلك حصول احتجاجات كبيره تؤدي طيب الى تصعيد مناطقي مجتبى كتصعيد في محافظه ذيقار. مجتبى انا اسف بس حاب شويه، بس حاب استغلك شويه نوعا ما، لان انت بنص الساحه ويا الشباب. سؤال اخير،
بالوقت الحاضر المحافظة تشهد شحة وقود بسبب إغلاق مصفى ذي قار. احكي لي شوية عن هذا الموضوع مجتبى. نعم زميلي مصطفى، حقيقة هذه منذ أيام عديدة وليس أمس أو اليوم، يعني المحللين الاقتصاديين كذلك حذروا يعني المنتجات النفطية في محافظة ذي قار أنه حصول أزمة كبيرة تضرب المحافظة، وقد بدأت تتفاقم خلال الساعات الماضية. مدير المنتجات النفطية حسين علي حسين ألقى اللوم بتسبب هذه الأزمة على المحتجين، وكانت مصادرنا محافظة ذي قار قد أفادت في وقت سابق من يوم الاثنين بنفاذ تام لمادتي البنزين والغاز في مستودعات الناصرية، وقال أيضا أن أزمة البنزين والغاز في محافظة ذي قار لم تكن بسبب المنتوجات النفطية، وإنما كانت بسبب قيام المحتجين من الخريجين بإغلاق مصفى المحافظة منذ 4 أيام وعدم السماح للصهاريج بالتحميل من المستوزع. طيب. كذلك بيّن أن محافظة المحطات الوقود بالمحافظة بدأ خزين البنزين والغاز لديها بالنفاذ، وأن الأمر بدأت نوافذه بوادره اليوم من خلال الزحام الشديد على غالبية المحطات. تمام. بسبب تعزيل الرئيسية منها وخاصة الحكومية. تمام. مجتبى من ذي قار مراسل دبليو تي في وطن، شكرا جزيلا لك، وإحنا دائما من خلال استوديوهات دبليو تي في وطن ندعو للتهدئة، ندعو للحوار، نبذل عنف، نترك الأيادي، نترك السلاح، نتحاور احنا والحكومه واحنا والمسؤولين، وان شاء الله نوصل لخيارات افضل. فاصل ونواصل الاخبار. اهلا بكم من جديد. هذا وشهدت عددا من المدن العراقيه في العاصمه بغداد تظاهرات واعتصامات امام مديريات التربيه احتجاجا على عدم حسم فقرة المحاضرين المجانيين كذلك. وقد شهدت باب الاحتجاج واحتشاد العشرات من المحاضرين المجانيين أمام مديرية تربية المحافظة وقوامت بإغلاقها للبوابات. كما طالب المتظاهرين من المحاضرين المجانيين في بقية المحافظات بعدم التوقف عن التظاهر لحين حسم الملف قانونيا. كما شهدت عددا من المدن بينها بعقوبة في ديالى تظاهرات للمحاضرين المجانيين أمام مديريات التربية. في البصرة طالب مسؤولون محليون وزارة المالية بصرف مخصصات المحافظة من موازنة العام الحالي بأسرع وقت ممكن، وقد قالت مصادر مسؤولة إن المحافظة تنتظر حصتها من الموازنة إضافة إلى ديونها من البترودولار للسنوات السابقة. وفي البصرة أيضا قال الشيخ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في الفاو، قال إن البحرية الكويتية تواصل الاعتداء على الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية العراقية. وأضاف بدران أن خفر السواحل الكويتية قاموا بالاعتداء على 7 صيادين عراقيين واعتقالهم أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، وذلك في وقت متأخر من ليل الأحد، مشيرا إلى أن مصيرهم ما زال مجهولا. وأوضح بدران أن الاعتداءات الكويتية بحق الصيادين العراقيين ما زالت دون رد أو متابعة من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن الصيادين، وذلك رغم تكرار هذه الاعتداءات من القوات الكويتية. رئيس جمعية الصيادين العراقيين في الفاو الشيخ بدران التميمي ينضم ضيفا عزيزا على نشرتنا. مساء الخير شيخنا. حياكم الله. مية سلامين شيخنا. بداية أكو معلومات عند حضرتكم بشأن الصيادين المعتقلين من الجانب الكويتي لو لا؟ أتفضل. نعم، البارحة الساعة 9 ليلا صيادين يمارسون عملهم بالمياه الإقليمية بقول عبد الله إجا خفر السواحل الكويتي وساقهم الى جهه غير معلومه، لحد الان ما نعرف مصيرهم شنو، وين بالكويت غير مكان، غردوهم كتلوهم اخذوهم، ما نعرف مصيرهم لحد الان، وخابرنا المسؤولين وخابرنا القنوات لحد الان ما نعرف مصيرهم شنو. وهذه مو اول اعتداء ولا اخر، هذه على طول السنه الاعتداءات، وهسه بدا عندنا الموسم بهذه الايام، هسه موسم الصبور والزبيدي،
بعد يومية الاعتداءات مستمرة، الناس يلعبون، الناس يلعبون، يا احموا الصيادين، هسا ما اريد تبطلون بكشي، احموهم بس احموهم، خلصوهم من هاي المشكلة، لأن الناس على باب الله وعلى أرزاقهم، لا، كاين عندنا تقريبا 10,000 صياد سالين عبء عن الدولة وقاعد يوفرون مواد غذائية للدولة لكل أنحاء محافظات العراق، يا أخي اهتموا بيهم، شو يعني أنتوا هذول مو شعبكم، مو ناسكم، هذول ناس مظلومين. محرومين من حتى من لذة الحياة، محرومين كل 24 ساعة بالبحر اللي يعيشون أطفالهم. زين شيخنا، أنتم متأكدين أنه هاي القوات اللي اعتقلت هذول الصيادين هم قوات كويتية؟ نعم كويتية، لأن صار عندنا واحد من الزوارق بالبحر اتصل بيهم وقالوا إيه عندنا هذول إحنا. طيب يعني شنو هذول الصيادين؟ الصيادين كانوا يعني معتدين على المياه الاقليميه، عابرين للكويت بشكل غير رسمي؟ لا 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 لا، مياه اخو عبد الله، الكويتيين يقولون مياه عبد الله كلها مو لكم، انتم لكم الياس، لانه باكر ان شاء الله من تستمر الدوله على هاي الوضعيه حتى الموانئ تاخذها الكويت. عجيب. زين، ما حاولتوا تسوون اتصالاتكم مثل ما ذكرت شيخنا انه ماكو فدرة فعل من الحكومة المحلية او حتى الحكومة الاتحادية، ما حاولتوا عن طريق علاقاتكم بالكويت تتصلوا مثلا؟ الحكومة المحلية السيد المحافظ يجي على مصالحه بالميناء وما يمر على الناس هذول المظلومين، وهو بينما اب مسؤول عنهم، ما يجي يسال عنهم ويقول هذول ايش فيهم، شنو احتياجاتهم، شنو ظلمهم، شنو، ما يسال عليهم. ما فرد يوم سمعت تصريح للسيد المحافظ بخصوص الصيادين؟ ماكو، عبالك مو ناسه، مو اهله، مو شعبه، والله العظيم ما ندري. هسه نقول السيد الكاظمي يعيد ببغداد، بس انت يا مهله شوف اهلك فيهم، احتياجاتهم، شنو عندهم، ماكو، ما حد يمر عليهم، ما حد يسال عليهم. الناس بعد تشوفون التصريح بالاذاعات كل القنوات. زين شيخنا، ونحكيهم ماكو فايدة. شيخنا يعني هو الرجل المحافظ هو غايب، بس احنا فما نريد احنا ندافع او نوقف ويا فلان على حساب فلان. ما فد يوم التقيتي وياه، قعدتي وياه، سولفتوا على اللي تحتاجوه ما تحتاجوه؟ مره بين يلتقي بينا ما التقى بينا. زين هو ما دز عليكم؟ ما دز علينا ولا التقى بينا ابدا، ولا فرج يوم قال اكو صيادين عندي، ولا ابدا، ولا معترف بالصيادين اصلا. زين هو ليش ما يدز عليكم مثلا؟ يعني ليش ما دز عليكم؟ ما، لانه الصيادين مو محتسب ولا كتله وما عنده مصلحه يمهم، ناس على باب الله فقراء ما عنده مصلحه يمهم، لو شركه وعده مثلا يريد يضمها الى شركاته وياخذ منها اعمال وهذا يسال عليه ويدور عليه، بس هاي لا، الصيادين خطيه هذول، يقول لك انا ما استفاد منه ما اسال عليه. زين شيخ بدران، انتو جمعيه صيادين عراقيين في الفاو، ومعناتها وحضرتك يعني رئيس جمعيه، يعني اكيد المحافظ ملتقي الجمعيه الفلانيه وفلانيه، وانتو اليوم تمثلون فد ركن مهم جدا من اركان الماده الغذائيه للمواطن العراقي كل العراق، يعني شلون ما ملتقي بيكم؟ شلون ما رايحين له؟ يجي للفاو ما يجي للصيادين، ورحنا كم مره للمحافظه للمبنى المحافظه، يا خلينا نشوف المحافظ، خلينا، لا والله المحافظ ما موجود، المحافظ عنده اتصال، يعني هو ما موجود لو هو يرفض، مو ياكو فرق من الطلبات وماكو نتائج. طيب يعني هو يرفض لو يكون ما موجود؟ لا الله اعلم، ما اقدر اقول يرفض. زين ما توصل له رقمه، بس هو مبين الرفض، لانه شلون مبين الرفض؟ الرفض مبين لان انت ما تدفع اعلاناته، يعني انت ابو بغداد يدري بان الصيادين عليهم اعتداء، وابو البصره ما يدري؟ شلون ما يدري؟ زين شيخنا، لانه واحد ما يدري. شيخنا انا اليوم اقول لك فد كلمه، يعني انت تقدر من خلال شاشه اليوم وطن تناشد بها الحكومه الكويتيه والحكومه المحليه بالبصره والحكومه المحليه ببغداد، تفضل. والله الناس الاول اخواننا الكويتيين، ان يساعدون الصيادين، وهذول الصيادين شريحه مظلومه، ما حد لهم غير الله، يديرون بالهم عليهم، لانه هم قاعد يشتغلون بمياهنا الاقليميه. ليش يعتدون عليهم؟ الناس يدوا والناس بحكومتهم بأنه هذول ناس مساكين فقراء، لا يعتدون عليهم ولا يأذونهم ولا يأخذونهم إلى جهاز غير فيها ولا يأخذون صيدهم ويهينونهم وبعدين يذبون معداتهم. ليش؟ ما هذا، أنت ما تخاف من الله؟ قول خلي الله بين عيونك، والله هاي حكومتنا عبالك هذول مو شعبهم ولا ناسهم ولا الناس يد الحكومة، الناس يد المسؤولين، الناس يد الكاظمين، الناس يد رئيس الجمهورية، الناس كل المسؤولين بالدولة، يا احموا صيادينكم، احموهم، ما يردون منكم شيء غير الحماية.
طيب الشيخ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في الفاو، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل ونواصل الأخبار. أمنيا نكد القيادي في الحشد الأيزيدي عارف شنغالي وجود مخاوف من اجتياح تركي لقضاء سنجار، نافيا وجود تحركات غير طبيعية للحشد في الشريط الحدودي مع سوريا. قال شنغالي إن الأوضاع طبيعية ومستقرة، ولكن هناك مخاوف من اجتياح تركي لقضاء سنجار، مشيرا إلى وجود استعداد عالي المستوى لهذا الأمر. كما نفى شنغالي وجود قوات أمريكية في سنجار أو القرى والمناطق المحيطة بالقضاء. أكدت تقارير أجنبية أن تنظيم داعش يعمل على ترتيب أوضاعه والعودة إلى استراتيجية السيطرة على الأراضي عن طريق استخدام النساء. وقال تقرير أمريكي إن داعش زاد العام الماضي من هجماته على نحو كبير في العراق وسوريا في محاولة لإثبات قدرته على الاختراق وتجنيد أعضاء جدد، مشيرا إلى استفادة التنظيم من الأوضاع المترتبة بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحكومة في فرض الحظر في تجميع صفوفه والتخطيط لهجمات نوعية ولتهريب مسلحا أو مسلحيه عبر الحدود. وأضاف التقرير أن التنظيم استخدم كادره النسائي في تنفيذ هذه الخطط والعمليات اللوجستية، محذرا من إعادة تنشيط خلاياه النائمة من العناصر النسوية. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن نتائج عملياته المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى قتل 34 إرهابيا بعمليات نوعية متفرقة. قال الجهاز في بيان إنه تمكن من تحقيق مستوى مرتفع من الفعاليات المنفذة بلغت 109، وأسفرت عن إلقاء القبض على 99 من إرهابي داعش في مناطق مختلفة من البلاد. وأضاف البيان أن حجم الإسناد الجوي المقدم من الطيران العراقي والتحالف الدولي بلغ 337 ضربة جوية. كما أن العمليات الأخيرة شهدت جهدا استخباريا وعمليات تفكيك للخلايا الإرهابية المنتشرة في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المسلحة في قاعدة البيانات. في ملف جائحة كورونا، أوضح مدير الصحة العام رياض عبد الأمير أن ظهور المسؤولين وهم يأخذون اللقاح ساهم بإقبال المواطنين على التطعيم بشكل كبير وأعطى رسائل مطمئنة للمواطنين. قال عبد الأمير أن وزارة الصحة اعتمدت في حالة الإقبال في توزيع اللقاحات في تحديد كمية اللقاحات المستوردة، مضيفا أن تفشي الفيروس ما زال في ذروته. وأعرب عبد الأمير عن أمله أن تشهد البلاد انخفاضا في الإصابات خلال الأسابيع الثلاث المقبلة. بردا وسلاما على بلادنا من هذا الفيروس. ختامنا دائما وأبدا عناوين. بعد إنهائه زيارة رسمية إلى الإمارات، الكاظمي يهاتف الملك عبد الله ويعتبر أمن الأردن مكمل لأمن العراق واستقراره. على
العراق يتجنب مطالبة الولايات المتحدة بإخراج قواتها ونواب يحملون الحكومة مسؤولية حسم هذا الملف. تجدد الاحتجاجات في عدة محافظات وذي قار تفقد مخزونها من الوقود بسبب إغلاق مصفى النفط لأكثر من أسبوعين. مخاوف في سنجار من اجتياح تركي وتحذيرات من نشاط داعشي في مخيم الهول السوري ومخاطره على العراق. شعار الكمامة خير من اللقاء، تقبلوا تحياتي مصطفى سعد وتحيات من كان خلف الكاميرات والمكسر، ودمتم في حب وسلام.